يمكن الايام اللي فاتت كانت قصص الابليكيشن بتاعت التاكسيات مغرقه الدنيا ومشاكلها ومصايبهم والقضايا، وتيجي صحفيه شاطره جدا تقرر ان هي ما تكتبش لكن تنفذ، بمعنى ان هي تقرر ان هي تروح تقدم طلب ان هي عايزه تشتغل في المكان ده، وتروح تشوف الوقت والطريقة وإيه اللي هيطلب منها علشان تقيم التجربة وتقدر تكتب عنها. وقد كان وطلعت بحقائق إحنا نفسنا عاجزين عن إن إحنا نتكلم عنها، فقررنا إن هي اللي تيجي تحكي التجربة وتحكي الحقائق اللي اكتشفتها علشان تقول للناس أنتوا ليكوا حق ولا أنتوا ملكوش حق تخافوا من الابليكيشنز دي. تعالوا مع بعض نتعرف على الصحفيه الشاطره جدا ريهام العراقي. اهلا وسهلا بك. اهلا بيكي يا استاذ ريهام، ربنا يخليك. وبنجد تحيه لكل المشاهدين، ومنورانا ريهام العراقي اللي قررت انها تدخل في التطبيقات دي. يقول لك شغل زرار الاغاثه، يقول لك هيعملوا تحاليل، كل الحاجات اللي اتقالت دي. قررت بقى ان هي تعمل تشغل عربيتها على حاجه من البرامج دي وتخترق عالم الكباتن وتتحدى كل المخاوف والتحديات عشان تنقل لنا الحقيقه وتقول لنا ايه اللي بيحصل. جات لك منين الفكره واكتشفتي ايه؟ جات الفكره بعد وفاه حبيبه الشماعه ربنا يرحمها. بدات افكر ايه القصه، طيب ازاي واحد ممكن يضحي بنفسه علشان خاطر يفتح الباب العربيه ويمشي؟ بالظبط بالظبط. فبدات اقدم على الابلكيشن السهل جدا، بتقدمي تقريبا في 10 دقائق صوره البطاقه الشخصيه. انت دخلتي الاول على الابلكيشن؟ دخلت على الابلكيشن بدون ذكر الاسم. اوكي. على الابلكيشن دي وقدمت لهم ايه بقى؟ ايه اللي طلب مني؟ اللي تقدم صوره شخصيه ليا، البطاقه الشخصيه، صوره الرخصه، صوره رخصه العربيه. حلو. بس وبعدين على طول اشتغلتي، تم التفعيل بنجاح. تم التفعيل ايه؟ تم التفعيل الاكونت بتاعك بنجاح. يعني ما فيش ابدأي على طول. مفيش لا في 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 صوره فيش وتشبيه. في بس فيش وتشبيه بس. وراحوا باعتين لك ايه يعني؟ خلاص انت حسابك اتفعل، خلاص انزلي اشتغلي دلوقتي بدون بقى ما بقى ولا حد شافني ولا اي حاجه خالص. يعني ما حدش شافك ولا خالص؟ عارف انت حقيقيه ولا كذابه ولا اتفاقيات أي حاجة. المكاسب بتبقى عامله ازاي؟ المكاسب يعني فلوسك بتقبضي ازاي؟ بيبقى حاجتين، يا اما الدفع فوري باخد فلوسي من الراكب هو نازل، او بيتحولي لو هو بيدفع عن طريق الفيزا. وهما بيستفيدوا ايه؟ بياخدوا نسبه 35% من التوصيله. طب لما انت بعتولك والابلكيشن بقت موجوده وانت بتتصفحي في الابلكيشن، حسيتي ان الابلكيشن دي امنه؟ لا، واختلفت عن 2014. انا عملت نفس المغامره، كان اول مره ينزل ان هو تطبيق النقل الذكي في مصر. كانوا طالبين وقتها تحليل مخدرات، اتلغى الشرط دوت، مش موجود دلوقتي تحليل مخدرات. اي حد ممكن يقدم من غير لا شوفك ولا تشوفيني ولا في تحليل ولا في اي حاجه. طب يعني هم مثلا سلامه العربيه، هل هم بيتاكدوا من فعلا سلامه العربيه؟ خالص لا، مفيش فحص. ولا بيطلبوا منك صوره العربيه؟ لا 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 لا، الموديل بس لازم هو من اول 2000، انما مفيش فحص للعربيه. مفيش فحص؟ لا لا خالص. ولا مثلا اشتغلتي فين قبل كده؟ ولا اي حاجه. هم طلبوا منك تصوري نفسك؟ هو السيلفي اول بس ما بتبداي. اي حد يصور اي حد؟ بالظبط، ممكن تتصوري انت في البيت. ايوه. وحد تاني هو اللي يشتغل مكانك. بالظبط، يعني ده لازم يبقى فيه مقابله. طب قولي لنا انت اشتغلتي قد ايه وشفتي ايه؟ يعني انت تقريبا اشتغلتي من 7 صباحا ل 8 اشتغلت 7 ايام، عملت 85 رحله. بالظبط. ايه بقى احكي لنا اهم ال 85 رحله دول؟ اكتر حاجه لاحظتها خوف الستات. ستات مرعوبه من بعد الحادثه بتاعه. أيوة. حبيبه ايوه معاكي لانه ست. انا واحده استنتني ربع ساعه، قالت لي مدام انت ست انا استناكي، مع اني اتاخرت عليها جدا لان الوقت الطرق اتغيرت قوي، فممكن تتوهي عن طريق الجي بي اس. الرجاله لازم قبل ما اركب كان يقول لي طب اقلعي النضاره لو انا لابسه النضاره عشان نتاكد ان انت صورتك اللي في الابلكيشن. الرجاله حتى الرجاله كانت خايفه. حتى الرجاله. بالظبط. طب هل بيحصل حوار؟ حاولتي انك تعملي حوار معاهم؟ عملت حوار مع البنات، قلت لهم طيب انتوا ايه اللي يخلوكم تركبوا لسه؟ لسه واحنا قايلين لكم ده خطر. بالظبط، وليه ما تركبوش تاكسي الابيض؟ قالوا التاكسي الابيض كله موقف العداد،
مفيش ولا سواق تاكسي مشغل عداد، فهو اللي بيتحكم في الاجره. والاجره بتبتدي من امتى؟ من التاكسي الابيض في التاكسي الابيض مفيش اصلا اجره، تقدير هو بالظبط. بالظبط. طب انت اشتغلت على طرق مقطوعه، ايه ده؟ اه لو انا مش انا اللي سايقه، مش انا الكابتن، انا اللي بركب من الطرق دي، ايه اللي شفتيه؟ يعني ايه الرعب اللي ممكن يحصل للبنات؟ ايديهم ما سابتش الموبايل علشان خاطر يشوفوا الطريق، ولو انا اخدت طريق مختصر كانت تقول لي اقفي، انت ماشيه مش من طريق مظبوط. وانت كنت بتتعمدي تعملي كده؟ اه عملت كده. قلت لها انا عارفه الطريق دوت، تعالي عشان اشوف رد فعل البنت ايه. قالت لي لا اقفي، انت رايحه فين؟ طب لما سالتيهم انتوا ليه مصممين تشتغلوا او تستعملوا الابلكيشن دي ما استعملتوش ابلكيشنز ثانيه، ردوا عليكي ايه غير التاكسي؟ التانيين كانوا اسوأ، التجارب بتاعتهم اسوأ كمان منه. يعني في التاكسي الابيض؟ لا غير التاكسي الابيض، ايه الابلكيشن الثانيه ممكن ينزلوكي في نص الطريق يقول لك هو جاي لي هنا، انت رحلتك خلصت هنا انزلي. مفيش تفاهم، مفيش كنترول عليهم كلهم. بالظبط. طيب ايه حكايه اللوجو اللي مكتوب عليه يحرص قائد هذه السياره على اتخاذ موقف ايجابي ضد التحرك؟ دوت اللوجو دوت المفروض الشركه اللي هي ده معانا صوره اعتقد، اه هي المفروض هي اللي بتسلمه الشركه اللي هي الابلكيشن. الابلكيشن دوت اللي بتقول انتم المفروض ما يبقاش فيه تحرش من جانب السواق وقت الرحله كلها، ومفروض تفعلوا دوت، وده ما بيحصلش. طيب إيه انت تنصحي ايه بعد الرحله بتاعتك؟ تنصحي البنات يعملوا ايه عشان يبقوا حاسين بالامان؟ هو في نصيحتين، المفروض النصيحه الاول للشركه لو هي حابه ان هي تكمل في مصر لازم يكون في اشوفك، ما ينفعش ان اي سواق يبدا يشتغل من غير ما يشوفه، لا لازم وابدا اديهم جلسات ازاي اتعامل مع الراكب وازاي اطمنه دوت من ناحيه الشركه، ما يبقاش بس تطبيق، اللي بيني وبين التطبيق انا مش شايفك، مش شايف عربيتك ايه. يعني انت بغض النظر عن التطبيق قولي لي مثلا انت كسائق لو حصل لك اي مشكله انت بت 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 بتحكي لمين او ما فيش اي ببعت على الابلكيشن بيردوا عليا على الميل، ما فيش كونتاكت إيه؟ سيتم التفاعل مع المشكله فقط لغير يس. يعني بيتفاعلوا فعلا وبعد قد ايه؟ بيردوا بعديها ب 24 ساعة. 24 ساعة؟ هل في مكتب مخصوص للابلكيشن؟ للأسف لا، مش موجود في مصر. لا مفيش في مصر. لا مفيش في مصر. إن مفيش مكاتب للابلكيشن ده، وهو ده اللي مخليها باظت. بس أعتقد بعد الحوادث الكتير، أنا في ال 85 رحلة ركب معايا 5 مصريين بس. يعني كلهم اجانب وعرب. بالظبط اجانب وعرب. انت نفسك تخافي دلوقتي بعد تجربتك؟ اكيد اكيد. ليه؟ مفيش لازم تبقى عيني على السواق، وعيني اشوف الاول هو، واشوف الاول اللوحه واشوف العربيه. زمان كان في مواقف للتاكسي الابيض، في مواقف دلوقتي بيبقى فيها السواقين بتوع الابلكيشن دي موجود؟ لا قلت خالص يا استاذه مفيده، قلت مفيش. قلت هم السبب، هم السبب ان هم دلوقتي ان انا لغيت العداد اللي المفروض الدوله تقول لك لازم يكون في عداد، انا كده بتحدى الدوله. المفروض في عداد يشتغل، وده ضمان للراكب وللسواق، مش شغال بالعداد، شغال بالفهلوه. ونوعيه العربيات مش مجهزه كمان، نوعيه وما فيش تكييف، التطبيقات الذكيه مش فيش تكييف. طبعا مفيش تكييف، ونوعيه حتى التطبيقات الذكيه ما بقتش العربيه، يعني ما بقوش بيختاروا ولا العربيه، الكواليتي كمان قلت جدا، حاجات كتيره جدا. صحيح. كانت موجوده في الاول ما بقتش موجوده دلوقتي. صحيح. بس انت قلت لنا نصايح، انت قلتي اول نصيحه للشركه ان هم يشوفوا. بالظبط. النصيحه بقى الاهم للراكب دلوقتي، لو اتكلمنا عن الراكب او الراجل اللي هيركب، لو اتكلمنا عن الراكب لازم يكون في كاميرات في العربيه، لازم الشركه تركب كاميرا علشان يبقى في سلامه للراكب. ديت اول حاجه، اي راكب اي سواق هيقول له لا اقفل التطبيق وانا هحاسبك، الراكب المفروض يرفض على طول، لان هو الوقت بيلغي الرحله وهو مش موجود مع في العربيه، وده اللي بيحصل من سواقين كتير. ان انا غير اخلاقيه وغير قانونيه. بالظبط. وده اللي بيحصل من سواقين كتير جدا، الغي من فضلك انا هلغي الرحله او انت كنسل واحنا هنحاسب بعض بعيد عن الشركه، فانا كده مش موجود معايا، وده اللي بيحصل من سواقين كتير جدا. وده اللي بيحصل من سواقين. بالظبط. لو طب انت لما يتقال كده السواق يقول كده للعميل المفروض يعمل ايه؟ العميل يرفض فورا، فورا يعرف ان السواق ده مش مظبوط. يعرف ان السواق ده. بالظبط. طب
بصي، هو يعني الابليكيشنز دي عامله رعب لكتير من المصريين والبنات بالذات. صحيح. بس انت التجربه دي كتبتي عنها؟ ايه اللي حصل بعد ما كده؟ هل الشركه دي اتواصلت معاكي؟ في حوار حصل معاكي ولا هم برضو ولا في دماغهم؟ ولا في دماغهم اي حاجه، هم شغالين كويس جدا. كمان؟ وشغالين كويس جدا. ايوه انا كان بيجي لي ريكوست، يعني انا لسه ما وصلتش العميل، خلاص قرب يوصل البوينت بتاعته، كان يجي لي ريكوست جديد. فهم شغالين كويس جدا جدا في مصر. فمش هم مش بالظبط. اخبط راسك في الحيطه. اي مشكله بقى. على فكره المغامرات الصحفيه دي مهمه جدا، لان انت بتكتبي من ارض الواقع. صحيح. فبتبقى مهمه جدا. بنحييكي على شجاعتك. شكرا. وعلى الفكره. وانا فاكره زمان في الارشيف لما كنا بنقرا استاذه حسن شاه كانت بتعمل مغامرات كده، واستاذه نوال البيلي كانت بتعمل مغامرات كده، كان الواحد بيبقى في دهشه. يعني حلو جدا ان انت بتحققي بنفسك. فبنشكرك جدا. جدا يعني اللي انت عملتيه ده ان دل على شيء، دل على ان اللي بيتقال حاجه والحقيقه حاجه ثانيه خالص. ان الناس لسه شغاله، مفيش تامين، سهل جدا اي حد يقدر يخش. صحيح. اي حد ممكن يبقى سواق على الابلكيشن دي من غير ما نعرف ولا ان حد يعرف شكله، وما زال الخطر موجود وبيهدد بناتنا واولادنا. تحياتنا ليك.